إبان ثورة 30 من يونيو بدا واضحا انحياز الإمارات لإرادة الشعب المصري في تقديمها الدعم لمصر على كافة المستويات. من هنا بدأ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل أروقة رئاسة الجمهورية بلقاء مع وفد إعلامي إماراتي، والذي بدأ بلقاء مصغر جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، ثم كان اللقاء الموسع مع الوفد الإماراتي والذي تركز حول العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات والتي كشفت الشدائد عن قوتها. وأكد الرئيس على دور الإعلام في مواجهة الفكر المتطرف الذي تواجهه الدول العربية. اليوم يعني محاربة التطرف واجبة على كل مسؤول سواء كان إعلامي أو غير، على كل فرد اليوم في رسائل يجب أن توجه بصورة صحيحة عن ما هو التطرف. نأتي لنؤكد تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية، وهو ليس شيء جديد إنما هو شيء تاريخي. منذ قيام دولة الإمارات والعلاقات وثيقة وطيبة وتزداد عمقا باستمرار، وفي هذه المرحلة بالذات هناك مسؤولية خاصة تجاه كما قال الرئيس السيسي تجاه مصر وتجاه الإمارات وتجاه كل الدول العربية للتضامن والعمل لنشر ثقافة التسامح والاعتدال ومفهوم الوسطية في الإسلام. وقد استعرض الرئيس خلال اللقاء ملامح الخطة الاقتصادية المصرية، ملقيا الضوء على عدد من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها في مصر على مدى زمن قصير لتأتي بنتائج مرجوة في أقرب وقت، وطالب الإعلام بنقل صورة حقيقية عن هذه المشاريع. دور الإعلامي مهم جدا، ولمسناه في حديث فخامة الرئيس، وأنا أعتقد أن يعني ما يقوم به الإعلام العربي اليوم يجب أن يكون يعني يوجه رسالة واضحة وصريحة عما يحدث من تطور في الأداء الحكومي المتميز لجمهورية مصر العربية، كما يجب أن ينقل الصورة يعني الوفد الإعلامي الإماراتي لكافة يعني القراء أو المشاهدين عن هذا الدور المشرف النموذج اليوم بين دولة الإمارات ومصر الشقيقة. أنا أعتقد اليوم هذه العلاقة تطورت بصورة كبيرة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك تقدم مستمر وتطور مستمر في هذه العلاقة. الوفد الإعلامي أشاد بما لمسوه من تحسن ملحوظ للأوضاع في مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأن ما تقدمه الإمارات لمصر حاليا ما هو إلا رد لجميل مصر التي ساندت الإمارات في كافة المجالات، وأكدوا على الدعم الإعلامي لمصر في هذه المرحلة.